اهلا بحضراتكم جميعا، نورتوا الساقيه. النهارده بنتكلم عن موضوع تقريبا مش عايز اقول هو موضوع العصر ولا موضوع الساعه، لكن بالفعل نحن نعيش زمن الروايه. زمان كان فيه رهان على الرواية، كان بين قامتين كبيرتين. كتب الأستاذ العقاد في مجلة الرسالة، قال إن الرواية ليست بالعمل الأدبي، وقال أيضا إن بيتا من الشعر يساوي قنطارا من الروايات. كانت له وجهة نظره. قبل ذلك كانوا يقولون إن الشعر هو ديوان العرب لأنه يؤرخ لحياتهم كما يؤرخ لعاداتهم وحياتهم الاجتماعية والسياسية وهكذا. انبرى الشاب الصغير نجيب محفوظ ليرد عليه في مقالة أو مقالتين، يقول له إن لكل عصر رجاله ولكل زمن فنه وإبداعه. مرت الأيام وصدقت نبوءة الشاب نجيب محفوظ الذي حصل فيما بعد على جائزة نوبل عن رواياته الشهيرة. إذن فنحن نعيش زمن الرواية كما يقولون، لكن لكل شيء آفته. الناس الآن تتجه إلى قراءة الرواية، الشباب يقرأ، الكبار يقرؤون، الصغار يقرؤون، لكن ما هي الروايات التي تقرأ؟ هنا بيت القصيد. أقول إنني دائما أقول إنني مدين لأولادي بكثير من الفضل، أنا مدين لهم صغاري بكثير من الفضل، لأنهم يربطونني دائما بالخيال العلمي والفانتازيا. كنت صغيرا أقرأ روايات الخيال العلمي كأي شاب، فلما تقدم بنا السن وفقدنا كثيرا من شعرنا اتجهنا إلى قراءة بعض الكتب الأخرى، وليتنا ما فعلنا، وليتنا عشنا في زمن الروايات وزمن الفانتازيا. الإنسان بطبعه يميل إلى الحكي، فمنذ زمن طويل والإنسان مولع بالسرد، لكل منا حكاياته التي لا ينساها. دائما كل منا يأنس إلى جدته، ليه؟ لأنها لديها من الحكي ولديها من الحكايات ما تأثره بها. أنا لا أريد أن أطيل في المقدمة، لأنني أحس أنني فاصلة بين ألفين، فلا أدري، يعني سامح الله من حشرني بينهما حشرا، لكن نقول إن فرصة لنتحدث عن روايات الخيال العلمي، نبين الفرق بين روايات الخيال العلمي والفانتازيا وأيضا غيرها من الروايات كروايات الرعب وغيرها. ما أريد أن أطرحه هنا، وأظن السادة المتحدثين سيتحدثون في هذا الأمر باستفاضة، كيف يكون السرد هادفا وألا تكون الرواية مجرد متعة لحظية تنتهي بانتهاء الرواية. لابد أن نحلف كل عمل أدبي هدفا. فما هي الأهداف التي يمكن أن يتحصل عليها القارئ من خلال الروايات؟ فارس الرهان، واسمحوا لي أن أبدأ بعريس اليوم، يعني وإن رفض النصف الآخر لكنه محتفى به على كل حال. الدكتور أحمد السعيد مراد، كاتب وروائي مرموق ومعروف، له روايات كثيرة
رواياته يغلب عليها الطابع الاجتماعي الواقعي، لكنه مؤخرا نزع إلى الخيال العلمي. سنعرف لماذا كانت هذه النزعة، وهل كانت هذه النزعة من نفسه أم أن هناك نزع آخر. هو أزهري، وللأزهر وللقرآن في كتابته لمسة لا تخطئها العين. حتى في رواياته، يعني له روايات مثلا تتناص أو مقتبسة من القرآن الكريم، منها رواية رباع ورواية أخرى ما لا تعلمون. ربما يأخذنا العجب إذا علمنا أن الدكتور أحمد يعني هو طبيب، وطبيب له تخصصات مختلفة، فهو طبيب أطفال وأعزكم الله حميات وأعذنا وإياكم طوارئ. ما علاقة هذا بالأدب؟ أكيد سنعرف هذا من الدكتور أحمد، لكني فعلا يعني أحس أن الدكتور أحمد رجل يكتب بكله، يعني ويقبل على القارئ. أنا أتابع ما يكتبه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحمد فيه تواضعه مع القراء، ودائما أؤكد أن القارئ، أن الكاتب بدون القراء لا شيء. الكاتب الذي يتعالى على قرائه لا يستحق أن يقرأ له مهما كان. فليسمح لي فارس الرهان الآخر، أستاذنا الأستاذ خالد جودة الناقد الكبير الذي شرفت به أكثر من مرة. أستاذ خالد جودة ناقد من العيار الثقيل، ناقد لا أريد أن أزيد ولا أريد أن أحتفي به كثيرا رغم أنه يستحق، لكن شهادتي فيه مجروحة، لأنه يعني يعتبر أستاذا لي وأستاذا لجيلنا. أستاذ خالد جودة هو صاحب فضل على كثير من شباب الروائي وأصحاب الفنون المتعددة، له كتابات نقدية وله سهمته الإبداعية، كما أن يعني أعتقد أن الأستاذ خالد جودة سيضيف إليكم اليوم كثيرا كثيرا. لا نريد أن نطيل عليكم، لكن فاتني أن أطلب منكم الوقوف دقيقة شفاء للأستاذ زكي خلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية، هو يعتذر منكم جميعا، كان من المفترض أن يكون بيننا اليوم لكنه اعتذر لظروف مرضية، فربما وجب علينا في الأول أن نقف دقيقة شفاء، لكن نغض الطرف وندعو له بالشفاء العاجل. الآن مع العريس أو مع فرس الرهان مع الدكتور أحمد السعيد مراد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اي حد بيقدم حد تاني لازم يقعد ينفخ فيه ينفخ فيه لغايه ما يعني ايه. فجزا الله كل خير على النفخ الجامد ده، جزاك الله كل خير. يعني الدكتور وليد بارك الله فيه اتكلم كلام جميل جدا، كلام كبير، انا نفسي استفدت من المقدمه بتاعته. المبارزات الادبيه القديمه بين العقاد وبين استاذنا نجيب محفوظ، احنا حاليا المبارزات اللي بيننا تحس ليست بمبارزات ادبيه، ولكن قد تكون بمبارزات انحدار أدبي. ندعو الله عز وجل أن نتسامى وأن نترافع عن ذلك، وإن إحنا ككتاب أو كزملاء نعتقد إن إحنا كلنا بنكمل بعض، مفيش طرف بيطغى على التاني، بالعكس لما طرف فينا بيسمو أو بيرتفع أنا برتفع بالمجال ككل، فبرتفع بالاسم، برتفع بالأدب اللي كلنا بننتمي ليه، فبالتالي كلنا بنترافع مع بعض. لما نلاقي مثلا واحد زي أحمد مراد خلى قطاع كبير جدا من الشباب يقرأ، خلى القراءة بقت موضة، فبالتالي عمل رواج كبير جدا للقطاع الثقافي. قد أختلف معه، قد أختلف من أنقد أسلوبه، قد أرفضه، ولكن في النهاية أعترف له أنه عمل رواج كبير جدا للقطاع الثقافي ككل. الشباب اللي ما كانش يخطر بباله أنه ممكن يمسك رواية أو يمسك كتاب يقرأ فيه، لا بدأ يقرأ رواية.
ممكن يقرأ في الأول رواية ملهاش قيمة، ولكن أحب القراءة، شوية في شوية يحصل له النضج المطلوب ويبدأ يقرأ ما هو مفيد وما هو مطلوب. فبالتالي ما ينفعش إن أنا أطعن فيه علشان مثلا أنا مختلف معاه أو إنه أسلوبه مش عاجبني. بالعكس، الراجل دعم الراجل القطاع الثقافي، فبالتالي إحنا كلنا كزملاء نرقى ببعض، نسمو ببعض، فلا تحدث تلك المبارزة التي قد تنحدر بنا جميعا. ده ما ترسخ في وجداني وما أدعو إليه. الدكتور وليد بارك الله فيه يعني قدمني مقدمة، أنا اللي يهمني الجزء اللي هو بقول كتاباتي على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا طبعا ما بيعجبنيش إن الكاتب يوم ما يحس إن هو خلاص حصل له رواج كبير إن هو يتسامى عن القارئ، إن هو ياخد جنب، إن هو يبدأ يتوارى بعض الشيء علشان يبقى عزيز، علشان يبقى مطلوب، علشان يحس إن هو ليه قيمة. لا بالعكس، أنا ككاتب بستمد المداد بتاعي كله من وجودي بين الناس، من وجودي في المجتمع، من شعوري بهم، من تفاعلي مع القراء، من تفاعلي مع الناس كلهم. أنا قبل ما أكون كاتب أنا قارئ، ثقافتي كلها استمدتها أو تشربتها من قراءاتي للسابقين، فبالتالي أنا قارئ زي القارئ اللي بيتفاعل معايا الآن. فأنا بحب إن أنا بعيش بكل تلقائية جدا وبكل بساطة خالص، ممكن عادي خالص أنزل نكتة سخيفة البعض يضحك عليها البعض ما يضحكش، ما فيش أي مشكلة عندي خالص، ما عنديش حتة إن أنا إيه لا لازم أبان إن أنا كبير، لازم أبان إن أنا عارف كل حاجة، لا لازم أبان إن أنا يعني خبير، لا خالص، أنا إنسان عادي خالص يصيب ويخطئ، إنسان بسيط جدا جدا بيتفاعل مع الحياة اليومية زي ما أنتم بتتفاعلوا معاها، بركب في الأتوبيس، بتشعبط في الميكروباص، ما فيش عندي أي مشكلة خالص. فأنا مش جاي من كوكب تاني، ولا أنا عايش في جانب خاص بي، جانب مخصص للأدباء أو الكتاب، لا خالص. الكاتب أو الأديب ما هو إلا شخص منكم يتفاعل بكم، ينقل مشاعركم إلى ما أسطره التي يخطها. أنا بيهمني جدا جدا يوم ما باجي أكتب رواية إن القارئ وهو بيقرأها يحس إن هو البطل بتاعها. فبالتالي أنا بدأت حس إن البطل ده بيعبر عنه، البطل ده عايش قضية بتثار في خياله أو في وجدانه. فبالتالي البطل ده يوم ما بيحصل له نقطة تحول أو يوم ما بيحصل له ارتقاء لدرجة معينة مع تفاعل الأحداث وحبكة الرواية، حتما التفاعل ده هيثور بداخل القارئ، فبالتالي قد تحدث بداخله التغير الذي حدث لبطل الرواية إن توفرت له نفس الظروف، على الأقل قد تغير بعضا من قناعاته. يوم ما يحصل ده انا هقول ان الروايه دي نجحت نجاح ساحق، حتى لو مع قارئ واحد بس، ان الروايه غيرت قناعه بني ادم او غيرت انسان او غيرت اسلوبه في حياته. ده انا بعتبره يعني. فبالتالي يوم ما بكتب روايه وبتعبر عن قارئ وتسامت بقارئ او غيرت قناعه قارئ او انها بدلت مسار قارئ، هقول ان انا اعمالي لها قيمه. انما ان انا اكتب روايه بقضي معاها متعة ذهنية أو تسلية لمدة ساعة أو ساعتين وبعد كده برميها، أنا خلاص الحمد لله زي الفل مية مية، أفضل فاكرها شهر أو شهرين بعد كده تتنسي تماما، هي مش وحشة، مطلوبة وكل حاجة. ليه؟ إحنا في الحياة اللي إحنا عايشينها دي ومع الصعوبات ومع يعني مع مش هقول يعني مع التفاعلات الصعبة اللي إحنا عايشينها في حياتنا، لو أنا أديتك متعة ذهنية لمدة ساعة إن أنا قدرت أخرجك من شعور سيء أنت كنت عايشه، برضك ده هدف كويس وجميل. ولكن الأرقى والأجمل إيه بقى؟ إن أنا غيرت بجواك حاجة. فبالتالي بدعو كل صاحب قلم إن هو يسمو بنفسه كي يستطيع أن يسمو بقلمه وبقارئه، وده اللي أنا عامله يعني يعتبر هدف ومن أهم أهدافي في الكتابة. طبعاً الأستاذ خالد النقد الكبير، أنا جاي يعني بشرف جداً جداً إن أنا قبل ما في رواية بتطبع عليا بعرضها عليه، بستفيد جداً جداً من توجيهاته، ممكن أقول إن أنا تربيت على أديه. لا ده حقيقي يعني، ربنا يبارك له، ليه عليا فضل كبير جداً جداً، فأنا بشكره وبنسب الفضل لأهله، وجزاك الله عنه كل خير وشكراً جزيلاً. والله دكتور أحمد كده كنا مدين وقت أطول من كده، بس يعني الرجل يعني كان كريما وسخيا، ويبدو أن عايز يترك المجال لأستاذنا الأستاذ خالد. دعونا نرحب بالأديب اليمني الكبير الصديق الأستاذ ناصر الوليدي، فأهلا به ومرحبا. قبل ما أعطي الكلمة لأستاذنا الأستاذ خالد جودة، بنقول إن هذا العصر كما قلنا هو عصر الرواية أو زمن الرواية بامتياز.
الرواية الآن يقرأها القارئ ورقية، وسرعان ما تتجه إلى السينما فيتم عملها بشكل درامي، فأصبحت حتى متاحة أمام الجميع. كما قلنا إن هادفية الأدب هو المطلوب وليس مجرد الحكي. لدينا فرصة كبيرة في الاستماع للأستاذ خالد جودة، أتمنى أن يعني يجيبنا عن هذه التساؤلات التي طرحناها. إن شاء الله يكون بعد انتهاء الأستاذ خالد من كلام يكون لنا نقاش، من أراد المداخلة من السادة الحضور فأهلا وسهلا ومرحبا. في حاجة تانية أستاذنا؟ لا يفهمك، تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سعيد بتواجدي مع الصديقين الكريمين الخلوقين الدكتور مدحت كساب والدكتور الروائي أحمد سعيد مراد. الحقيقة أني سأبدأ بمقولة لماجد الشخصية الرئيسية في رواية سرداب قارون، عندما قال الراوي العليم: فانطلق في صلاته بصوته الذي تلفه الخشية الحقيقية والخشوع الكبير الذي أسال مدامعه، ارتعد جسده بشعور جميل افتقده منذ أمد، لكم كانت روحانيته ألذ مذاقا عنده من كل متاع الدنيا. يعني استعير هذا الشاهد النصي كي أتوجه لحضراتكم بالتهنئة بمناسبة الأول من الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فكل عام وحضراتكم بخير. الحقيقة أن هذه المقولة أيضا بتعكس فكرة الرواء القيمي في كتابات الروائي أحمد سعيد مراد. هو بداية أشار إلى القراءة وصلتها بالإبداع، والحقيقة أن الناقد ما هو إلا قارئ، الناقد قارئ فقط، قارئ محترف له خبرة جمالية متراكمة بالآثار الإبداعية. الحقيقة أن أدب الروائي الجميل أحمد السعيد مراد هو أدب قيمي من الطراز الأول. هو يستخدم خلطة سحرية من الخيال العلمي والفانتازيا وتقنيات روائية قيمة يمكن أن نعرض لبعضها، مثل التماثل السردي والانزياح في خط الزمن في الرواية، أو ما أطلقت عليه متعة البازل السردي. وكلمة أو مفردة البازل هي مفردة أسيرة لدى الروائي أحمد السعيد مراد. هناك عدة خيوط روائية يبدأ في تطفيرها وفي نسرها في الرواية لكي يحقق بها المتعة للقارئ، والمتعة هنا وسيلة إلى أهداف قيمية من وراء كتابته للرواية، كما تفضل الدكتور وليد كساب بالإشارة، وتفضل أيضا الروائي أحمد بالإشارة. إذن الروائي أحمد سعيد مراد يستخدم هذه الخلطة السحرية ليس إيهاما بالعلم على وزن الإيهام بالواقع. جذور أدب الخيال العلمي العربي بدأ بفكرة الإيهام بالعلم، كان العلم أو الفكرة العلمية في السرد تستخدم كحلية أو كزينة أو مجرد وعاء لتقديم المغزى الروائي. هنا نجد أن الخيال العلمي ليس لدى الدكتور أحمد سعيد مراد هامشيا بل ملتحما بالنسيج الفني. يقال أن جذور أدب الخيال العلمي بدأت بقصة في سنة 1000000 لتوفيق الحكيم.
لكن هناك رأي يقول أن بعض كتابات الدكتور وليد كساب تمثل أيضا هذا اللون من الكتابة في المزيج ما بين الخيال والعلم. هذا الرأي قدمه محمود قاسم عندما تكلم عن المقامات للدكتور وليد كساب، كتاب ممتع وشيق بعنوان مقامات ابن كساب. هو طبعا بيستخدم المقامة كوسيلة فنية وأسلوب أدبي يستطيع به أن يمارس النقد الاجتماعي. الكاتب الكبير محمود قاسم تحدث أن حديث عيسى بن هشام هي من اللون الفانتازي الأسطوري، لكن الدكتور حمادة هزاع المتخصص في أدب الخيال العلمي بينتقد ذلك وبيرى أن حديث عيسى بن هشام رغم اعتماده على العنصر الأساسي في الأدب وهو عنصر الخيال، لكنه يفتقد شرطا مهما من شروط الأدب الخيال العلمي، وهو الأدب الخيال العلمي الخالص، الاتكاء على حقائق علمية مقررة أو فروض علمية محققة أو بشائر علمية أو نظريات علمية في دور التكوين. أدب الخيال العلمي لا ينطلق من فراغ، لذلك استخدام مفردة التنبؤ العلمي مفردة غير صحيحة، التنبؤ للأنبياء، لكن نستخدم الاستشراف العلمي. الاستشراف ينطلق من مفردات كائنة في الواقع ويبني على هذه المفردات وينطلق إلى المستقبل، ينطلق إلى تفعيل هذه البصيرة الروائية التي يقدمها الأديب. الحقيقة أن رأي الدكتور حمادة هزاع رأي سليم، وهو الفيصل فعلا بين أدب الخيال العلمي والفانتازيا، أن الخيال العلمي هو خيال مقنن، أما الفانتازيا فهي بمعجم مصطلحات معجم يعني في معجم المصطلحات الصادر من المجمع اللغوي العربي. قال أن الفانتازيا هي الخيال المغل في التخيل، هي الخيال المحلق. وهنا يعني يتم طرح سؤال يعني حول قيمة أدب الخيال العلمي وقيمة الفانتازيا. الحقيقة أن هناك بعض الأدباء الكبار، يعني الدكتور طالب عمران السوري وهو أحد أعلام أدب الخيال العلمي في الوطن العربي وفي العصر أيضا مع نهاد شريف، قدم يعني رؤية متشائمة وانتقادية إلى الفانتازيا ولا يراها يعني لها قيمة، بينما يعني إذا وضعنا أدب الخيال العلمي بين التهويل والتهوين، هناك من يهون من أدب الخيال العلمي ويراه يعني له قيمة يعني بسيطة أو ليس له اعتبار، بينما آخرين يرون أن هذا الأدب كان سببا في تحذير الإنسانية من مخاطر كبيرة. هناك طبعا فروق عديدة ما بين الثقافة العلمية وأدب الخيال العلمي، هناك أيضا فرق ما بين القصة العلمية وأدب الخيال العلمي. القصة العلمية هي رواية معلوماتية كما تفضل الدكتور وليد كساب في حديثه أن الشاب نجيب محفوظ في رسالة الزيات عندما رد على العملاق العقاد عندما انتقد الرواية ورأى أن بيت من الشعر واحد يرجح رواية كاملة وأنها مثل الخرنوب أو الخروب انطار خشب ودرهم حلاوة، فرد عليه في هذا الوقت المبكر جدا وقال له أن القصة هي شعر الدنيا الحديثة. لذلك يعني أنا أؤيد كثيرا أن تكون الرواية معرفية معلوماتية، لابد من شحن الرواية
بكم من المعلومات وكم من المعارف. ودي نجدها في روايات الطبيب أحمد سعيد مراد. نجد مثلا يعني طبعا أنا ما أتحدث عن المتعة في روايات الدكتور أحمد سعيد مراد، فيعني سوف يطول الحديث، والأساليب التي استخدمها في خلق هذه المتعة وتنميتها ويعني إشعار القارئ بأنه قارئ ممتاز. يعني البعض كان يتحدث عن روايات يوسف السباعي أن من يقرأ روايات يوسف السباعي لابد أن ينتقل إلى خانة القارئ الممتاز. ويوسف السباعي كتب أيضا الفانتازيا في بعض رواياته. هذه المتعة الكبيرة التي يصبها الدكتور أحمد سعيد مراد في رواياته هي أساسا لها أساليب يستخدم. أيضا هو يقوم بتغذية الرواية بمعارف كثيرة جدا. يعني الدكتور أحمد سعيد مراد أعتقد أنه كان يقوم بتأليف روايته سرداب قارون، قرأ التاريخ الفرعوني، قرأ في التفاسير كما تفضل الدكتور وليد كساب بالإشارة إلى الجذر الثقافي لإبداع الدكتور أحمد سعيد مراد، يحدثنا عن الأهرامات، يحدثنا عن الصور القرآنية، يحدثنا الحديث الشريف، يحدثنا عن مفاتيح كنز قارون، وهذا التأويل الذي قدمه في الرواية وهي سر الحبكة الروائية البارعة في هذه الرواية. إذن نحن نريد هذه الرواية، الرواية التي تقدم المعلومات وتقدم المعرفة. هذه القصة العلمية، القصة العلمية بتعتمد على معلومة أو نظرية علمية بيتم تقديمها في رواية فنية. أما قصة الخيال العلمي كما أشرنا فهي لها فردية علمية أساسية أرضية بيتم الانطلاق من خلالها وتغذيتها بالخيال لتقديم عوالم من المستقبل والماضي. وهي أيضا لا تكتفي بذلك، يعني هي مراحل تنطلق من الواقع، تنطلق كما قال الدكتور رفقي بدوي في نقده الهائل للرواية العالمية قولا واحدا لصبري موسى السيد من حقل السبانخ، عندما قال أنه تحدث وعنوان هذه الرواية أنها رواية مستقبلية، لكن الدكتور رفقي قال أنه يتحدث عن الآن الواقع والآن القريب. الآن القريب هو المستقبل. أصبحت المعارف يتم تقديمها أو يتم مضاعفتها، يعني كان خلال 300 سنة في القرن الماضي، ثم أصبحت الآن خلال 20 سنة وعشر سنوات. أتابع هذه المعلومة، آخر معلومة أنه يتم مضاعفتها كل 12 ساعة. يعني كل المعارف التي اكتسبها الإنسان منذ بدء الخليقة حتى الساعة يتم مضاعفة هذه المعارف كل 12 ساعة. فلنا أن نتخيل يعني كم التدفق المعرفي والعلمي للإنسانية، لدرجة أن في الغرب يعني لهم إيثار كبير للفانتازي، لأنهم يرون أن أدب الخيال العلمي في عزلة ليس له قيمة، لا يستخدم لابتكار مكتشفات جديدة كما فعل فيرن وكما فعل ويلز والصعود إلى القمر واكتشاف الغواصة مع فيرن. لا، أصبح المراكمة العلمية يعني تسبق الخيال أصلا، فأصبح اتجاههم إلى الفانتازي. يعني عشان نعرف أهمية أدب الخيال العلمي هنجد أن كان يلقى الرعاية والدعم من المؤسسات الرسمية، لدرجة أن بعض كتاب الخيال العلمي يقوموا بتقديم استشارات ونصائح لوكالة ناسا، بل بتستخدم هذه القصص العلمية لاستلهام التصاميم المبتكرة لأشكال المراكب الفضائية. طبعا لا أريد أن يعني أطيل أكثر من ذلك في المفهوم، لا يوجد تعريف، يعني التعريف الحاسم الجازم في مجال العلوم الإنسانية عامة وفي مجال
أدب الخيال العلمي والفانتازيا خاصة لا يوجد أبدا حسم للتعريف، لكن بيتم الاشتغال على المفهوم، والمفهوم هي خصائص، خصائص الأمر أو خصائص المجال. التعريف جملة خبرية تضع أهم خصائص هذا المفهوم. المصطلح تكون مفردات بتعبر، مفردات قليلة بتعبر عن هذا المفهوم. يقول راوي سرداب قارون: الأماكن لها مشاعر وأرواح تتفاعل حقا مع ساكنيها، هناك أماكن تعتاد فيها على البشر والسعادة، وأخرى ترتبط بالنصب والمشقة، وغيرها فيها الخوف والقلق. لا شك أن يعني هذه تعبيرات يعني محملة بالبلاغة، محملة بالإحساس النابه إلى المكان. الحقيقة أن الدكتور أحمد سعيد مراد هو طبيب بشري، يعني منحته المهنة خبرة إنسانية عظمى، وكما يقال في قاعدة خارطة الإبداع المحورية اللي هو اقرأ عما تكتب، لابد أن يكون أديب الخيال العلمي ذو معارف جمة، لابد أن يقرأ جيدا جدا. عشان كده بنلاقي أن البنية التجهيزية في أدب الخيال العلمي بنية متسعة، يعني أديب الخيال العلمي لكي يقوم بإعداد روايته لابد أن يعمل على تجهيز بنية سردية أولية، لأنه يتحدث عن المستقبل. المستقبل هو إكسير أدب الخيال العلمي، هو زرقاء اليمامة الذي ينظر إلى المستقبل. في الفانتازيا أكثر وأكثر، الدكتور عبد المنعم تليمة رحمه الله يقول: ليس هناك أسوأ من قصة قصيرة هي عبارة عن رواية ملخصة، دي أسوأ قصة قصيرة إلا في مجال الخيال العلمي بسبب البنية السردية المتسعة. نجد ودي يعني رصدت بعض القصص القصيرة قام كتبها بتحويلها الروايات، القصص ناجحة والروايات ناجحة بسبب يعني الثراء في بناء عوالم الرواية، وهذه العوالم فكرة محورية في الفانتازيا. هذه العوالم يمكن أن يقوم الأديب سنوات، طبعا هي روايات ملحمية في الفانتازيا، بيقوم بإعداد عوالم كاملة لا يخبر بها القارئ إلا بعد سنوات. هي طبعا بتكون قصص مسلسلة، قصص كبرى مسلسلة، لابد أن يقوم ببناء عوالم موازية وليست عوالم بديلة. العوالم البديلة هي في الخيال العلمي، العوالم الموازية هي في الفانتازيا، عوالم ضخمة فيها أجناس لا نعرف عنها شيئا، طبعا هي لا ترتبط بالواقع، خيال محلق موغل في التخيل. الدكتور أحمد سعيد مراد الحقيقة أنه يقدم لنا في مقولة قدمت لي حلا، هذه المقولة قالها في أحد الأحاديث عن شخصيته، فقال: في كل رواية أنصر جزءا قليلا من شخصيتي، ومن يعرفني جيدا، هنضع بقى تحت من يعرفني جيدا دي يعني أكتر من خط، يمكنه تجميع المواقف أو المشاهد من كل الروايات وتشكيلها كقطع البازل، ليقول في النهاية من هو دكتور أحمد السعيد مراد. فكرة العنصر السير ذاتي ودوره في تخصيب الرواية، يعني هناك سؤال: هل نستطيع أن نعرف سيرة الأديب وتاريخ حياته من خلال إبداعه؟ الإجابة عندي بإضاءة هذه المقولة لا، لا نستطيع أن نعرف. هو طبعا في تباين في الرأي، لماذا؟ لأن لو لم توجد ما تسمى الوثائق، الوثائق هي الإشارة على غلاف الرواية أنها سيرة ذاتية محضة في هذا اللون الأدبي تحديدا، لو أشار إلى اسمه صراحة في النص الروائي، لو من يعرفني جيدا. لكن بعض الناس مثلا أحد النقاد جمع
رواية سارة العقاد، عودة الروح لتوفيق الحكيم، يوميات نائف الأرياف لتوفيق الحكيم آسف، وعودة الروح أيضا لتوفيق الحكيم وغيرها. وقال أنها، وإبراهيم الكاتب للمزني، وقال أنها عبارة عن سير ذاتية. لا، ليس هذا حقيقي. المستخدم في الروايات ليس نوعا لكن أسلوبا فنيا، موقفا فنيا، اسم العنصر السير ذاتي وليس السيرة الذاتية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الرواية وعاء ضخم، ممكن أن أقوم بتغذيته بالفلسفة، ممكن أن أقوم بتغذيته بالمعلومات، ممكن أن أقوم بتغذيته بعنصر السير ذاتي. يعني الأديب بيستعين بمواقف مر بها، بيستعين بذاته، بيستعين بشخصيات التقى بها في الحياة، بيستعين بخبر طلعه في صحيفة، بيستعين بكل المنمنمات، بكل العناصر التي يلتقي بها في حياتي وتختمر في وجداني، ثم يقدمها لنا يعني عسلا شهيا. هذا العنصر السير ذاتي هو لتخصيب الرواية وليس لسرد أو تقديم السيرة الذاتية للرواية، وعنصر سير ذاتي. لكن درجة استخدام هذا العنصر في الروايات بتتباين. أحد النقاد قسمها إلى ألوان الطيف السبعة، بداية من اللون الأبيض اللي هي الرواية، نهاية باللون الأحمر اللي هي السيرة الذاتية الصافية طبقا لهذا التجنيس النوعي، ويعني السيرة الذاتية مكتوبة فعلا أنها سيرة ذاتية طبقا لوثيقة ما. روايات الدكتور أحمد سعيد مراد تصنف في اللون النيلي اللي هي سيرة ذاتية لشخصية روائية رئيسية، سيرة ذاتية لشخصية يعني روائية رئيسية. الملمح السير ذاتي باطني، يعني لا نستطيع أن يعني ممكن أن نستشفه لكن لا نستطيع أن نقوم بفصله. لكن أهمية العنصر السير ذاتي في روايات الدكتور أحمد السعيد مراد هي تشكيل الإطار الروائي. يعني مثلا ممكن وقفة تفضل فندم، ممكن تشرب بس شوية عصير؟ انت كده حضرتك لخبطتنا يعني بعض المسلمات. عن انا شايف يعني طول عمرنا شايفين ان مثلا السارة دي بتحكي جزء من حياة الأستاذ العقاد، وبالتالي تعتبر ضمن أدب السيرة الذاتية. كذلك الحل بالنسبة لتوفيق الحكيم، ربما الرباط المقدس ويوميات نائب في الأرياف، لأنه كان دي كانت شغلته. فإيه الحكاية أستاذ؟ يا فندم أنا بأتحدث عن وثيقة، وثيقة تخبر أن هذا النص الأدبي هو سيرة ذاتية. إذا مثلا روائي في حوار أدبي أشار أنها جزء من سيرتي فإذن هي السيرة الذاتية. لكن طالما أن الكاتب لم يشير إلى ذلك، إذن هو استخدم عنصر الخيال، استخدم عنصر الخيال بالإضافة إلى خزان التجارب. يعني خزان التجارب يمتح من خزان تجاربه السرية ويقدمها، ممكن أن يكون يعني في لون يعني قبل اللون الأحمر، اللون البنفسجي، ممكن يكون اللون القبلي، لكن اللون الأخضر. لكن درجة استخدام العنصر السير ذاتي هي، وهذه يعني أنا كنت بتحدث عن الدكتور أحمد سعيد مراد، أقول أنه قدم لنا خلطة سحرية من أدب الخيال العلمي والفانتازي. ما فيش حاجة يعني بعض الدكتور صلاح معاطي، وهو يعني كاتب طبعا بارع في أدب الخيال العلمي، ينتقد انتقادا مرا فكرة آلة الزمن اللي استخدمها الدكتور أحمد سعيد مراد بس بتقنية الحلم. يعني دايما يستخدم هذه الفكرة حتى يستطيع يعني صنع المعادل الموضوعي في السيمة المركزية المعنوية في روايته في سرداب قارون. هو يستخدم آلة الزمن. آلة الزمن قد تستخدم عن طريق ابتكار في الرواية زي ويلز طبعا، وممكن تستخدم بتقنية الحلم. فالمزيج هذا لا نستطيع أن نقوم بالفصل، يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك أدب خيال علمي خالص
يعني مثلا رواية آلة الزمن، آلة الزمن في حد ذاتها هي فكرة فانتازية بجدارة وبامتياز، لكن بيتم مزجها مع أدب الخيال العلمي. إذن هذه الفكرة، الفكرة أنه طالما أن الأديب قال أنها رواية فلابد أن نقول أنها رواية. هو استخدم عناصر السير ذاتي بكثافة في الرواية، لكن لا نستطيع أن نحدد أيها يعني محضة من سيرته الذاتية وأيها خيال أضيف إلى الرواية. بعض الكتاب قد يستعين، قد يستعين بخبرة وهو طفل صغير تعرض لعقاب من أحد المدرسين، ثم يصنع من هذه الخبرة في خلال كتابته للرواية موقف رعب، موقف رعب لرجل كبير السن. لا نستطيع أن نحدد يعني عنصر الخيال من عنصر السير ذاتي في الرواية. إذن الإطار الروائي مشكل من خلال العنصر السير ذاتي. وصراحة بيمزج مثلا في روايته لا تسألني لماذا أحببتها بين الخطين العلمي والإنساني، حول الطب والألم وعذابات المرضى ومن يحيطون بالمرضى من أقارب وأحباب. وهنا لا ينسى أنه يكتب أدبا قيميا كما يفعل دائما، فيقدم أسس مهنية طبية موثوق بها ترفع مهنة الطب لما تستحق من جلال. يقول يعني بطل الحدث الروائي، يقول: توقف يا بني عن التعامل مع المريض على أنه شيء أصم أو جسد فقط، انظر إلى روحه التي هي من أسرار الله وامنحها ما تستحق من تقدير. أيضا يقدم لنا في رواية سرداب قارون ما يسمى بالعبارة اللافتة، حتى الشاعر أحمد مطر له ديوان ضخم اسمه لافتات. العبارة اللافتة هي اسمها النافذة المضيئة لداخل النص. يعني لو أنت ماشي في صحراء ولقيت بيت وهذا البيت مضاء، أنت هتشوف النافذة دي هتكشف لك هذا البيت. نحن نطل على ونبحث في النصوص عن النوافذ المضيئة، عن هذه العبارات اللافتات هي التي تحمل مغزى العمل. يقول: قيمة المرء في هذه الحياة ترتبط بمدى الهم الذي يحمله والمسؤولية المنوط بها. أيضا الفكرة البارعة في سرداب قارون حول الكنز المعنوي، الزوجة الكنز المعنوي، كيف صنع هذه التوليفة الدكتور أحمد سعيد مراد ما بين هذا البازل السردي الممتع شديد الإمتاع الذي يستخدم فيه الانزياح في الخط الزمن. يعني جميع روايات الدكتور أحمد سعيد مراد تبدأ بما يسمى قصة النتيجة، يبدأ بالنهاية، يبدأ بموقف، أو بدقة أكثر يبدأ من منتصف الرواية أو ثلاث أربع الرواية. يعني في سرداب قارون الموقف اللي بدأ به معنون الآن، يعني هذه لحظة السرد الآنية، هذه اللحظة الحالية. هو الزمن الخطي بتبدأ من حدث ألف ثم تنتقل إلى حدث ب، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لكن هو بيبدأ من زمن متقدم ويجعله الآن، ثم يعود بتقنيات آلة الزمن السردية، وليست آلة الزمن الخيال العلمي، آلة الزمن السردية، ولها يعني الاستباق والاسترجاع. يبدأ بالتشغيل ببراعة، يعني أسلوب أو تكنيك الإضاءة لدى الدكتور أحمد السعيد مراد والتكنيك في إبداعه هذا الأديب. وأنا أقول لها يعني أنا بقى لم يقل هو هذا، لكن أنا يعني أصر وأقول أنه لا يمسك القلم إلا وهو يعرف يعني النقطة الأخيرة في الرواية أي، هو يعرف جيدا جدا، يعني هو يبني عوالمه الروائية، هو يعرف الخيوط جيدا، هو يقوم بنسجها على مهل، ويقوم بصنع هذه الطبخة اللذيذة للقارئ ويمتع القارئ، لكنه لا يصر على ذلك. صحيح سر التشويق وسر المتعة في الرواية هذا البازل السردي
لكن هو يعني يأتي في منتصف الرواية، لا تسألني لماذا أحببتها، أو في ثلاث أربع رواية صفحة 200 الآن، يعني يعود إلى نفس المفردة الآن في أول الرواية اللي هو موقف ماجد في قصر قارون وهو يعاني من الرعب، ثم الآن بعد في صفحة 200 نجده بالضبط، يعني هو يترك هذا الخط البوليسي، هذا الخط المشوق، هذا الخط الذي يعني يعمل فيه على مسرحة الرواية، يعني هو قصة النتيجة، يضع النتيجة ثم يبدأ في كشف الأستار رويدا رويدا ليصل القارئ إلى الحقائق، ودي طبعا مرتبطة باللي هي خيبة أفق توقع القارئ، اللي هي كسر أفق توقع القارئ. طبعا دي فكرة مهمة جدا، إن متعة النص من خلال كسر هذا التوقع، القارئ يتوقع، هو في مباراة مع الكاتب، يحاول أن يتوقع النتائج، يحاول أن يتوقع الخاتمة والأحداث، لكن الروائي أحمد سعيد مراد في كل صفحة يقدم لنا مفاجأة ممتعة، لذلك لا تقرأ هذه الروايات إلا بنفس واحد، هي من كتب النفس الواحد، لا يمكن قراءة رواية، لابد أن تقرأها من جديد، إذا انقطعت عنها أو تركتها لابد أن تعيد قراءتها، لأنها وجبة واحدة، لأن الخيوط لابد أن تكون في حالة واعية جدا، لأن الخيوط كثيرة ومشتركة ومتشابهة. طبعا أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، وأطلب من الدكتور وليد في أي وقت إن هو، بس أنا عايز حضرتك تشرب بس. حاضر فن. الله يخليك. طبعا المخاطر اللي بيحملها المستقبل مخاطر جمة ورهيبة، وأدب الخيال العلمي يقوم على استشراف هذه المخاطر الرهيبة، وهي مقدمات صحيحة تقود إلى النتائج صحيحة. يعني سنة في الأربعينات من القرن الماضي تم ضرب ناكازاكي وهيروشيما، ومات الآلاف في لحظة واحدة، غير الأثار التالية للسنساخ والصعود إلى الكواكب. هذه مقدمات صحيحة لابد أن تقود إلى نتائج صحيحة الآن القريب. ويمكن الروائي عبد الحميد بشارة يعني له مقولة، يعني أنا بناء على مقولته يعني لم أقل مثل الدكتور رفقي بدوي، الآن الواقع والآن القريب المستقبل، قال نحن في المستقبل، نحن نحيا في مستنقع المستقبل، فعلا نحن لا نستشرفه، نحن يعني قابعين في قاع هذا الذي لم يعد مستقبلا. المخاطر جمة وكثيفة، لكن هناك خطر رهيب جدا التفت لي وأعجبني ذلك كثيرا وأحببته كثيرا، الدكتور طالب عمران لما تحدث عن التلوث الأخلاقي بيقول كاتب الخيال العلمي كثير الأحلام، كثير الهواجس والخوف من المستقبل، فما يحدث الآن قد يسرع الكوارث القاتلة. من جراء بقى هيتكلم عن التلوث البيئي الخطير اللي هو اضطراب الغلاف الجوي وقصفه بملايين الأطنان من الملوثات التي أثرت على هذا الغلاف، لكنه يرى ويقول التلوث الأخلاقي جعل الناس يعيشون في دوائر ضيقة غير منفتحة على المحبة والتعاون والإحساس بالغير. أنا شخصيا عند هذا المفصل قال أنا شخصيا خائف على الإنسان من المستقبل. ننظر مثلا إلى خلاصات رواية ما لا تعلمون، خلاصات جميلة وبارعة، البصر وسط العميان جريمة، نسمع هذا التعبير المجازي، كلمات بسيطة ومباشرة تنزل على القلب بردا وسلاما، الحب طاقة هائلة على الغفران، عند الوقوع في هم أو غم يختنق صوت العقل، الزجاج المنكسر من المستحيل أن يعود لهيئته الحقيقية. طبعا أنا عشان أقدم لحضراتكم هذه الخلاصات البديعة التي تحمل قيما وتحمل جمالا وتحمل هذا الغلاف التشويق، هو الغلاف السكري الجميل الذي يقدم لنا به هذه المتعة
لهذه القيم، بيقدم لنا الجانب الحضاري باعتبار أن الحضارة ليست هي الثقافة، الحضارة هي الثقافة المتقدمة المبدعة. كل إنسان وكل مجموعة من الناس لها ثقافة، وجهة نظر في الحياة، معارف تصبغ الحياة بوجهة نظر معينة، لكن الحضارة هي الثقافة المتقدمة المبدعة، هي الثقافة التي ارتقت بالإنسان، هي التي قدمت وجعلت الاعتبار للإنسانية. يعني مثلا يقدم لنا قيادة السيارات مثلا، فيقول في رواية لا تسألني لماذا أحببتها: كائنات فاقدة للحس الحضاري تتسابق في صراع محموم لكسب دقائق، يضيعون أضعاف أضعافها أضعاف أضعافها في الكثير من التوافه بحياتهم. طبعا ده أمر نلمسه ونعرفه، ونعرف أن ضحايا مصر من حوادث الطرق أكثر من ضحاياها في الحروب مجتمع. مثلا رواية، وهذه برضو هي رواية لقاء حضاري على مستوى التخيل الروائي، بيتحدث عن عيادة شيكو ماتا اللي هي شخصية روائية سنوية، بيسعى الطبيب سعداوي بطل السرد للقاء بها لحل معضلة علمية. هو توقع أنها تكون بناية ضخمة جدا أو بنايات ضخمة على آلاف الأمتار متعددة الطوابق، لكن فوجئ أنها عبارة عن شقة صغيرة. هنا الحضارة، الحضارة بالمعنى وليست بالمبنى، ليست بمبنى، ثقافة لم ترتقي بعد إلى التقدم. وطبعا أنا عايز حضراتكم ترجعوا بالذاكرة لمؤسساتنا الغير مفعلة التي ترعى فيها الهوام والأعشاب البرية. مثلا بيرصد السلبية في المجتمع، فيقول مثلا في رواية سرداب قارون عن اختطاف شابة في ميدان قاهري شهير دون محاولة أحد للتدخل، وبعدها انصرف كل منهم لشأنه حامدين الله أن الأمر لا يخصه. يمكن الكاتب الجميل زكي خلفة التقى بالملائكة عندما تعرض لحادث أول أمس، ووجد هناك سائق التاكسي الذي يعني قام بغلق الطريق وقام بتوصيل الأهل إلى المنزل وآخرين. هو طبعا لو كان فيها يعني مساءلة ما كناش هنلاقي يعني في فعلا الملائكة فعلا موجودين، لكن يعني يبقى برضو النتيجة إيه، يبقى فيها ضمان. بنجد مثلا نقد وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مثلا نجد هذه العبارة. هو طبعا أنا هستأذن بس الدكتور وليد أن أنا أشبع بس موضوع القيم لأنها مهمة جدا. بس غير تشبع من عصير شوية. حاضر. أخذت تتشمن. طبعا هو سرداب قارون فيها سيمة رائعة، الكنز الحقيقي هو هدير، هو هذا هو الكنز. يعني نعمة النعم أن يكون لديك إدراك بالنعم. يعني ممكن هو في نافذة مضيئة أخرى في هذه الرواية إضافة إلى النافذة التي سبق أن ذكرتها، أن الإنسان يرفل في النعم، يرفل في النعم ولا يشعر به أبدا. فهي كانت زوجة حكيمة خلوقة ودودة، بصراحة هو فعلا التقى بملاك من السماء. يعني هدير الروائية دي يعني بصراحة أنا أعتقد أنها من الحور العين. يعني أخذت تتشمم قميصه بود وتضمه إليها، شايفين الرومانسية الجميلة. عسى أن يعود صاحبه ليطفئ نار اشتياقها، وبعدين بتتصل به فيرد عليها الصوت القميء اللي هو الاتصال غير متاح أو خارج الخدمة، فتقول لترد عليها تلك الفتاة القميئة. هو ينتقد هذه الوسائل الحديثة لأنها تحقق الشيئية أو الآلية أو كأنها حياة أو الظهور البلاستيك. لما نيجي مثلا نتكلم عن هدير برداء المطبخ الأمامي المسود وشعرها المتناثر في تقاتل وخصام وشزرات من رائحة الطعام، هي تعد لها الطعام، لكنها أيضا يعني لما تعرف أنه بيميل إلى سارة بتبدأ أن هي تحاول تشوف ما ينقصها، وبتحاول أن هي تبتغي السعادة الحلال كما قال في الرواية. الحديث معها حديث نقي تثق به دائما، تضحي بنفسها
يفيض صوتها بكل حنان ولهفة الدنيا. الروائي أحمد سعيد مراد يتحدث عن صوبة المجتمع، عن عمود خيمة المجتمع، عن سر النجاة وطوق النجاة، وهي المرأة، وهي الأنثى التي تقف. هي رمت القميص في السبت، أنا بقول له يعني غريبة، قال لي لا ما رمته في السبت. هو طبعا رمته لأن في حاجة حصلت يعني. أيضا بيتحدث عن الإنسان بين الجوهر والمظهر، اللي هي فكرة الآلية، فكرة الأنسنة وفكرة الآلية. يعني فجأة تحولت مشاعر، ده ماجد بيتكلم لما اكتشف بقى سارة اللي كان معجب بها جدا، بيقول فجأة تحولت مشاعر الحسد أو الغبطة التي كان يشعر بها نحو معتز صديقه اللي هو خطيب سارة إلى الأسى لحاله، كيف سيتعامل معها بشخصيتها المعوجة والمشوهة هذه، والتي كان يظنها تفيض بالمزايا وعوامل الإبهار المتجددة. لقد كان ذلك غلافا هشا يخفي خلفه كل نقيض لما هو ظاهر. هذه الرواية تقول لنا اكتشفوا كنوز المشاعر، اكتشفوا النعم التي ترفلون فيها، اكتشفوا ألوان وأنواع النعم، ولا يكون الطموح القاتل هو السبب. وطبعا كنت أتمنى أن أنا أتحدث عن الفكرة في روايات الدكتور أحمد سعيد مراد ما بين رواية الشخصية ورواية الحدث. يعني هناك اختلاف، البعض يسمن رواية الحدث والبعض يسمن رواية الشخصية باعتبار أن هي إكسير الرواية والمفتاح السحر الرواية في الشخصية. لكن الحقيقة أن اللي بيقولوا على الشخصية كده لأنها حاكمة للإطار الروائي، حاكمة للحبكة، حاكمة للأسلوب. لكن الحقيقة أن في رأي بيجمع بين الحسنيين، أن الحدث هي الحدث هو الشخصية وهي تعمل، الحدث عبارة عن الشخصية وهي تعمل. هو يقوم بفكرة البازل السردي كما تحدثنا من خلال فعل المغامرة والتشويق وبس خيوط مشتركة ومتعددة وجلاء الشخصيات الروائية في إطار قيمي وفكرة معادن النفوس والأماكن ومكافحة التصحر العاطفي في الأسرة وتمجيد صوبة الأسرة النقية الجذابة والثناء على عمود الخيمة تلك الملاك الطاهر. هو نفسه قال، هي نفسها قالت، يعني شوف فيها كن جميلا ترى الوجود جميلا، يعني شوف هدير المشاعر والحب والجمال بتقول إيه في الرواية، بتقول أعظم كنز حصلت عليه أنك أنت نصيب. شوف كلمة جميلة جدا، يعني أعتقد لو زوج سمعها من زوجته يعني طبعا دي درس لنا. يعني إحنا يا رئيس وات صوتك يبقى إحنا هنا بنتكلم عن تكلمنا عن لحظة الإضاءة وتأسيس فجوات سردية بيسعى لردمها وتحقيق المتعة والتشويق للقارئ. هتحدث بس آخر حاجة هتحدث عنها من أسرار المتعة إلى الغموض الشفيف. يعني هو ليس غموضا أبديا، ليس غموضا ملغزا، ليس غموضا لأن الفكرة غير واضحة في ذات كاتبها، لكن الغموض جاء من التشويق والطريقة البوليسية. وبعض الآراء على الفكرة بتضم أدب الخيال العلمي إلى الأدب البوليسي، يعني يرونه تصنيفا واحدا. مثلا وجهة النظر أو طرق السرد في لماذا أحببته، لا تسألني لماذا أحببته، هنجد أنه هو بيستخدم السارد العليم اللي هو الراوي كلي الإحاطة. هذا السارد بيسمى السارد المستبد، السارد الطاغية، هذا السارد الجاسوس، بيبص في مجتمع الرواية ميكروفونات وأجهزة تصنت وأجهزة رؤية، يسمع كل صغيرة وكبير، وهو على درجات، يعني السارد العليم على درجات. وهناك السارد الذاتي اللي هو بضمير أنا أحكي أو الشخصية تحكي عن نفسها. إذا كان هناك سارد عليم لا يوجد السارد الذاتي، لأنه هو سارد مستبد العليم. يدخل إزاي السارد الذاتي؟ عشان يفضي بمكنونه في فضاء الروائي. السارد الذاتي يعمل إيه؟ دايما يؤطر الحديث بتاعه بمؤشر لفظي، يعني يقول إيه؟ قال في نفسه وخطر خاطر في ذاته،
يعني لابد الروائي يقول الايه العبارة دي. لكن السر العليم لا يصمت بعد أن ينتهي الراوي الذاتي من المناجاة ومن المونولوج الداخلي، يبدأ هو يتدخل بالتعقيب والشرح وحكم القيمة أيضا على ما قاله السارد. هو تخلص عشان يحصد فضائل الطريقتين وينوع أيضا في طرق السرد ويحقق المتعة القارئ من خلال حاجة اسمها مفكرة شيماء. هو عنده التبادلية دي، يعني عنده دايما بيشتغل، يعني عامل يجيبك زي كاميرا السينما، ينتقل بين أرجاء القصة، يعني يكون هنا ثم ينتقل بك هنا في مكان آخر، وفي المكان الجديد يسرد لك بقية الحدث في المكان الأول أو المكان قبل الأول. فهذه المفكرة مثلت تقنية المناجاة، بتسمح برؤية الشخصية من الداخل وإتاحة الفرصة لإفضاء مكنونتها في الفضاء السردي وإنارة القارئ بمعطيات القصة القيمية والفنية. طبعا أنا بعتذر، يعني اعتذار جم عن الإطالة، وشكرا جزيلا لحضرتكم. شكرا لحضرتك أستاذ. أعتقد أن ما كتبت أستاذنا وما تفضلت به يعني هو بعض ما جهزته، وأعتقد أن الفرصة قائمة إن شاء الله نحن نشوف دراسة كاملة حول أدب الدكتور أحمد السعيد مراد. يعني دعوني أولا أشكر دار البشير على هذا الجهد الكبير الذي تبذله في إطار دعم الأدب الهادف والفكر الهادف، بعيدا عن الصخب وبعيدا عن يعني تجارة الفكر والكتب إذا صح التعبير للأسف الشديد. ربما كانت شهادتي في دار البشير مجروحة، فأنا أعرفهم منذ سنوات وأعرف كيف يتغيون الكلمة الطيبة والأدب الهادف، وأظن أن ما يقدمونه اليوم للدكتور أحمد السعيد مراد هو خير دليل على ما نقول. ظللت حين من الدهر أظن أن الفانتازيا أو الخيال العلمي أو روايات الرعب ليس من ورائها هدف، ربما لأني قرأت في مرحلة مبكرة هذه الروايات التي كانت فقط تعتمد على متعة الحكي. كنت أتشبث بالرواية من أول صفحة حتى آخرها. طبعا التشويق موجود، عقدة الخوف على البطل طيلة الرواية، طالما هذه عناصر الإبهار موجودة ومتوفرة بطبيعة الحال أنا مرتبط بهذا الكتاب. لكن انتهيت من القصة أو من الرواية لا أذكر شيئا، لا أذكر أني حصلت شيئا، حتى قرأت بعض الأعمال التي أراها غيرت مجرى يعني أو غيرت نظرتي إلى روايات الفانتازيا أو ما شابهها من روايات الخيال العلمي. لا أزعم أنني قرأت فيها كثيرا، لكن رائعة الكاتب الرائع جورج أورويل مزرعة الحيوانات خير دليل على أن الخيال يمكن توظيفه بشدة في دعم الواقع. هذه الرواية التي حققت نسبة كبيرة من المبيعات، هذه الرواية التي شكلت يعني عقلية كثير من الشباب ليس في إنجلترا وحدها ولا في أوروبا لكن في العالم أجمع. دعوني أرحب أيضا بالصديق الأديب الأستاذ أحمد المنزلوي، فأهلا به ومرحبا. خلونا نفتح باب النقاش، هل هناك أسئلة؟ سواء يتم توجيه الأسئلة للدكتور أحمد باعتباره عريس اليوم وكل يوم، أو الأستاذ خالد جوتا. بعد كده إن شاء الله نسمع المداخلة من الدكتور أحمد. شكلكم كده واحدة فيكم عايزة تقول، مين الأول؟ مين عايزة تسأل الأول؟ تفضل. شوفي أظن ده ممكن يكون شغال. هو الأستاذ الناقد قال الفانتازيا هي الخيال المحدق صح؟ لا مش فاهم. الفانتازيا يعني الفانتازيا يعني
تاني معلش بس تعرف الفانتازيا تعرف الفانتازيا تعرف الفانتازيا او تاني تمام تمام شكرا اتفضلي ها مين تاني دكتور نور في اي تساؤل اي ملاحظات طيب في هنا حد او مداخلات اي حاجة اهلا وسهلا يا ريت نشرف تفضل ما هو الصداقة توجب الحديث السلام عليكم سلام هو اللي بيني وبين المنصة كبير يعني في مشاعر وفي حب وإخاء لكن حقيقي وإن كتبت في الأدب فيرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى دكتور أحمد سعيد مراد فهو اللي فتح لي طاقة جديدة في تناول الأدب كتير مننا يظن أن الكتابة القصصية أو الكتابة الروائية ما هي إلا تسلية ما هي إلا فراغة وقت لكن أن تجد عملا هذا العمل يضع قدمك على قيم أخلاق فضائل نظرة للحياة فكر رؤية مع الإجادة في الإمتاع فانت كده قدام حاجه ما حصلتش وده اللي وجدته في عالم الدكتور احمد سعيد مراد وده اللي غير نظرتي انا كتبت مثلا حوالي 20 كتاب لكن كلهم كانوا كتابه بحثيه كتابه مقاليه اني اتوجه للكتابه الروائيه او اتوجه للكتابه القصصيه كان بعد قراءاتي للدكتور احمد فانا يعني مش حاضر اساله يعني هو في مقام معلمي نسالك احنا ربنا يبارك في عمرك اهلا وسهلا فاشكركم والله على اللقاء ويا رب طيب اوقاتكم ودايما في تالق ونجاح جزاكم الله خير شكرا جزيلا لحضرتك نستاذن حضرتك استاذ خالد تاني بس التعريف احنا بعد كده ننتقل للحديث اشتغال كما يعني تحدثنا عن المفهوم وليس عن التعريف لا يوجد تعريف يعني جازم قاطع احنا بنتحدث ان في معجم مجمع اللغة العربية قال أن الفانتازيا هي الخيال الموغل في التخيل الخيال المحلق الذي لا نجد له أي رابط بالواقع ولو أن بعض كتاب الفانتازيا يتحدثون أنهم عندما يكتبون الفانتازيا فإنهم يعني يكون لهم عيون على الواقع يعني هم يتحدثون في نقد اجتماعي من خلال الفانتازيا لكن حقيقة الفانتازيا أنها يعني تخيل موغل وهناك يعني عدد من المفاهيم زي العجيب وزي الغريب وزي الخارق ولها أنواع يعني الأدب الفانتازي له أنواع منها الفانتازيا الراقية منها الفانتازيا الكوكبية منها الفانتازيا المظلمة الفانتازيا المظلمة هي الأرضية التي تم تأسيس أدب الرعب عليه إذن هو مجال يعني مجال متسع للغاية فيه الكثير من المتعة وكما أشار الدكتور وليد كساب أن يعني استخدام الأسلوب الفني لابد أن يحتوي قيمة يعني سواء كان مكتوب بأسلوب فانتازي مكتوب بأسلوب اجتماعي واقعي مكتوب بأسلوب حواري في المسرح مكتوب بأي شكل من أشكال أو ألوان الأدب لابد أن يحمل قيمة معينة يقدمها إلى القارئ محمولا على بساط الفن هذا البساط السحري الذي يقدم لنا هذه القيم التي لا نستطيع أن نحيا بدونها شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذنا الآن ننتقل نعم تفضل استاذ تفضل
المنصة مع حضرتك. تفضل. لا لا عايز مكان اتفضل، والله ما عنديش مانع اتفضل، بس تجيب عصير معك. ما هو العصير موجود. طيب. يعني السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يشرفني ان انا التقي بالاخوة الافاضل يعني. اهلا وسهلا. واول مرة يعني اسمع عن الاستاذ احمد السعيد. طبعا بعيدا عن الفانتازيا والخيال العلمي، احنا بنهتم اعتقد يعني ان هي فروع، يعني هذه وجهة نظر شخصية يعني. بالنسبة لنا رأي يعني نكتف في الجهود في سرد اللي السير بتاعة المسلمين الأوائل، يعني من زمان أنا عمال أنادي بيها، يعني هنلاقي فيها قيم أخلاقية. طبعا إحنا بنعاني دلوقتي من افتقار كان رجولة أو ما شابه ذلك يعني. فجزاكم الله خير الأول، وهقرأ القصة وهقول لك الريفيو عليها إن شاء الله. سعدت بكم جدا يعني، شكرا يا أخي. أهلا وسهلا. نعم التوريط، نعم التوريط. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هستأذن بس طبعا أستاذنا الكبير الأستاذ خالد. بالنسبة لتعريف الفانتازي، تعريف مبسط جدا خالص في جملة واحدة، اللي هو خلق عالم متكامل بقوانينه الخاصة بس. هو طبعا الأستاذ خالد يعني عرفها تعريف أكاديمي وفصصها تفصيص عربي كامل، فأنا بعرفها بس بجملة مبسطة كده زي توصل لنا يعني. خلق عامل متكامل بقوانينه الخاصة، زي هاري بوتر. هاري بوتر هتقرأ الرواية بتاعتها، مغرق في الخيال الكامل، عالم جديد خالص ليه قوانينه الخاصة به اللي هي قد تختلف تماما عن قوانين الحياة العادية اللي احنا عايشينها. هي دي الفانتازيا يعني. تمام. طيب طبعا الأستاذ خالد ربنا يبارك فيه يا رب، يعني أفصص تفصيص كبير. فكرني موقف حصل لي سنة 91. سنة 91 كنت لسه في ثانوي، كان في مسابقة أدبية في دولة عربية اشتركت فيها، وفوجئت ان انا خدت المركز الاول فيها. فلقيت المجلة نازلة ومكتوب مقالة عن القصة اللي أنا مقدمها. فلقيت بقى إيه الكلام من قبيل إيه بقى؟ والكاتب قد أخرج الكامن في الروح المنبثقة عن الوعي المزدوج. قلت والله العظيم ما أنا ماشي إيه يا جدعان. الأستاذ خالد ربنا يبارك فيه يا رب، يعني استخرج قيم كبيرة جدا جدا، وطلع مبادئ كبيرة جدا جدا، وطلع مبادئ أدبية كبيرة جدا جدا، قد أكون لا أقصدها، انما ان كانت كتاباتي فيها ذلك فهذا ما افخر به، فجزاه الله عني كل خير. فهو بردك من نوعيه الاستاذ وليد ربنا يبارك فيه، لما قعد ينفخ في الايه في اللي بيقدمه يعني. فهو انا بردك بقول كتاباتي منتهى البساطه ومنتهى التلقائيه. هقول بكل بساطه خالص، انا متربي او متاثر جدا جدا بالمدرسه الامريكيه في الكتابه الادبيه او في الدراما او في السينما عموما. على مدى آخر 50 سنة فاتوا، الدراما الأمريكية أو السينما الأمريكية شكلت وعي ووجدان قطاع كبير جدا، وثقافة قطاعات كبيرة جدا على مستوى العالم وليس على مستوى الثقافة الأمريكية فقط. كان السلاح بتاعهم في إيه؟ إن أنا بقدم لك مسلسل أو فيلم أو رواية تخليك من أول لحظة لآخر لحظة ما تقدرش تبربش بعينيك، منتهى الإثارة، منتهى التشويق، منتهى المتعة، وفي نفس الوقت بزرع في وجدانك أهداف استراتيجية كبيرة جدا أنا عايز أوصلها. على آخر هنقول قبل الحرب الأمريكية في العراق، زرعت في وجدان العالم كله إيه؟ إن العرب إرهابيين، إن العرب قاتلة، فبالتالي لما جه يدخل العراق كانت الحرب بتاعته مبررة بالنسبة للعالم، رغم إن كان في قطاع رافض ليها، ولكن كانت مبررة. الراجل داخل يحارب الإرهاب، اللي هو فضل على مدى 20 سنة أو على مدى 30 سنة بيزرع من خلال الدراما أو من خلال السينما إن كل العرب إرهابيين، ليس لهم هدف سوى تقتل الناس وفقط. ده هدف استراتيجي قدر يزرعه ولا لأ؟ قدر يزرعه. طيب ليه بقى أنا ما عملش بنفس الخلطة السحرية الجميلة دي؟ للأسف الأدب عندنا حاجة من اتنين، يا إما قيمة أدبية كبيرة جدا ولكن تخلو من الثراء التشويقي أو المتعة الذهنية اللي القارئ قد يكون بيبحث عنها، أو إن أنا عندي عمل جميل جدا وممتع جدا ولكن يخلو تماما من كل القيم. طب ما أدمج الاثنين في بعض وأطلع بالنتيجة جميلة. القارئ بتاعي أديله المتعة الذهنية اللي هو عايزها، أديله التسلية الجميلة اللي هو عايزها، أديله التشويق اللي هو بيخليه يعني أنتزع به من الواقع اللي هو عايش فيه، اللي هو عايز يهرب منه، قد يكون عايز يهرب منه، وفي نفس الوقت قاعد بربيه على مهل
واديله المبادئ والاهداف الساميه والجميله اللي انا عايز اوصلها وبقناعه وليس باسلوب خطابش. انا مش قاعد اقول له الصح كذا والغلط كذا، لا ده انا بخليه هو اللي بيستنتجها، هو اللي بيوصل لها، هو اللي يقول يا ريت نبقى كده، انما انا ما بقولوش ابقى كده. ان انا اقدر اوصل معنى ده شيء اتمنى ان اكون قدرت اوصله في بعض اعمالي. بالنسبه للخيال العلمي، لو قلنا مثلا جول فيرن او ويلز زي ما دكتورنا الحبيب قال، كان الخيال العلمي بالنسبه له كان فعلا سابق لزمنه بمراحل، وكان قدره على الخيال رهيبه ملهاش حل. اول واحد يتكلم عن السفر بالزمن كان جول فيرن، اول واحد يتكلم عن السفر في الفضاء، اول واحد يتكلم عن ان احنا بننزل تحت الارض، اول. فطبعا دي افكار يعني ابتكاريه ما حدش وصل ليها غيره. فهل يشترط ان انا علشان اكتب خيال علمي ان انا لازم اوصل لنظريه علميه جديده، او ان انا لازم يكون عندي فرد عضلات معلوماتيه ويكون لازم معلومات علميه في معلومات علميه وقاعد ادي لك نظريات واقنعك بنظريات؟ لا خالص، انا ممكن بفكره علميه بسيطه جدا جدا اخلق بها عالم واوصل بها مبادئ كتير جدا عايز اوصلها. في مسلسل امريكي جميل جدا عجبني فيه فكره، الكاتب نفسه تحس انه مش امريكي، هو جاي بيقول ان احنا في المستقبل هيحصل صراع نووي هيبيد الكره الارضيه كلها، ولكن قبل ما يحصل في مجموعه هتهرب في الفضاء. المجموعه اللي هتهرب في الفضاء دي بعد 100 سنه ولا 200 سنه خلاص الموارد بتاعتهم بدات تنتهي وخلاص قربوا على الهلاك، فبيفكروا يرجعوا للارض، فعايزين يشوفوا الاول هل الحياه تصلح عليها ولا لا. هي دي الفكره العلميه البسيطه، وبعد كده كلها تفاعلات اجتماعيه. طبعا هو بعد كده لما نزلوا على الارض التقوا في مجموعه من الهمج، فهو لو بصينا كده على المبادئ، لو انت فاهم الدماغ الامريكيه وهي بتكتب، هو عايز اقصد بالهمج اللي هم العرب، ان انا دلوقتي الراجل الراقي نازل ومعايا علم، ونزلت لقيت همج راكبين احصنه وبيضربوا بالرماح ومش عارف ايه، وكل هدفهم ان هم يقتلوني وبس. انما الكاتب العبقري بقى وصل بيها في الاخر لايه؟ ان هم مش همج علشان هم حابين ان هم يكونوا همج، لا ده هم همج علشان كان في مجموعه من اللي هم هربوا من الحرب النوويه في مش عارف حصن كده يحميهم من الحرب النوويه، وبعدين لما حاولوا يطلعوا من التقوا دول يعني فلتوا بردك من الاباده النوويه، فهم اللي بداوا يقتلوا فيهم، فالتانيين خلاص اتزرع جواهم ان انا عشان اعيش لازم اقتل في التاني، يبقى انا اللي خليت الهمج ده ان هو يكون همج. فهو عايز يقول لك ان احنا لا لازم نغير نظرتنا للناس دي، وان احنا نحاول نرتقي بهم، هم مش همج عشان هم همج علشان احنا اسلوبنا معاهم خاطئ. الراجل ده بقى ارهابي علشان انا سمحت لاسرائيل ان هي تقتل ولاده وتفجر بيوته من الاخر يعني. بس طبعا هو ما بيقولش كده بايه بنظريه صريحه يعني. طبعا فكره عبقريه جدا جدا، مش مبنيه بقى ان انا خلق نظريه علميه، ولا ان انا قاعد استعرض معلوماتي، ولا قاعد اجيب بقى ايه هو الصراع النووي، ولا قاعد اقول ايه المحطه الفضائيه شغاله ازاي، لا خالص. هو بس مجرد ان هو جاب فكره علميه بسيطه وخلق منها عالم، وطول الاحداث قاعد يقارن بين عالمين بيتصارعوا، وصراعات بقى جميله ولذيذه ومشوقه. في الاخر هو عايز يوصل الرساله دي لاولي الامر عنده مش لنا احنا، واحنا طبعا مقتنعين بالكلام ده يعني. طيب انا دلوقتي معايا المتعه الذهني، نعم عندهم مول الامر، لا هم هناك عندهم ميزه لذيذه ان هو بيبقى مخطط ل 100 سنه قدام، وال 100 سنه اللي قدام دول ايا كان اللي جاي لازم يكمل المسيره، ولكن بيختلف الاسلوب، هل هدخل في مواجهه مباشره ولا هو بيبقى من تحت لتحت. هي دي الاختلاف اللي بيبقى ايه بين الدماغ، مش زي عندنا يعني. تمام طيب ماشي، يا رب نروح سلام يعني. ماشي، اي حد له سؤال انا تحت امركم، كفايه كده عشان نروح. شكرا جزيلا دكتور احمد. هل بقي التساؤلات؟ فيش الحمد لله اي اسئله. طيب تفضل يا باشا، سؤال ولا اثنين؟ خلوهم اثنين. طيب خلاص اسال سؤال لحضرتك وسؤال لي، تفضل. السلام عليكم. مبدئيا انا بتشرف جدا ان انا حضرت الندوه ديت، ودوت بسبب بنت اختي اثرت عليا كتير. اهلا وسهلا. اول مره احضر حاجه زي كده، بس بصراحه اتبسطت جدا. هي بس بتسال ان الفانتازيا ليها قواعد في الكتابه، يعني لما اجي اكتب كتاب وادخل فيه فانتازيا في قواعد ثابته بمشي عليها، ولا حسب ما دماغي بتجيب الفانتازيا، او حسب ما دماغي بتتخيل الحاجه بكتبها؟ يعني ما فيش قواعد ثابته للفانتازيا ببدا بيها بمشي عليها في الكتابه؟ تحب انت ولا طيب. واحنا هنقول لو ليها مبادئ هتبقى هي المبادئ الأدبية العامة، اللي هي ايه؟ لازم يكون عندي قصة مكتملة بجميع أركانها، عندي عقدة، عندي حبكة، عندي شخصيات،
عندي تفاعل وتصاعد بيوصلني لنقطة اللي بيسموها النقطة ايه اللي في الاخر؟ نقطة التنور في الاخر. تمام؟ لو انا ملتزم بالمبادئ ديت اطلقي لخيالك العنان ينطلق كما شاء، ولكن لو هتخلقي عالم انت بتحددي القوانين بتاعته من البداية. القوانين ديت زي ما انت هخليها تمشي على الابطال انت كمان تمشي عليها. يعني ما ينفعش مثلا هاجي اقول ان انا قاعد في مكان بيطلع فيه شمسين، كل شمس مع التانية كل 8 ساعات، فالليل بيجي ساعتين بس، واجي ابص التاقي مثلا ان الليل امتد معايا لست ساعات، انا حطيت القانون يبقى انا كمان لازم التزم بيه زي ما هو هيسري على الابطال. فبالتالي اخلق القوانين التي تشائين فيها لعالمك السحري او لعالم الفانتازيا كما شئت، لان زي ما استاذنا الكبير الاستاذ خالد قال الفانتازيا هي الاغراق في الخيال، اطلق العنان لخيالك. اتفضل يا استاذ. طبعا يعني هقوم بتعميق الفكره اللي تحدث عنها الدكتور احمد، اللي هي من يعني خارطه طريق للابداع بتقوم على الاخلاص للكتابه. يعني الفانتازيا على الاخص، يمكن الدكتوره رضوى عاشور يعني رحمها الله كانت في روايتها التنطوريه عملت حاجة جميلة جدا، يعني وضعت خريطة للأماكن الروائية في أول صفحة من الرواية، فأصبحت قراية الرواية مرتبطة، يعني أنت بتقرأ الرواية لازم تعود مرة أخرى إلى الخريطة. الدكتور أحمد سعيد مراد بيتحدث عن بناء العوالم الموازية في الفانتازيا، يعني إحنا قلنا في أدب الخيال العلمي اسمها العوالم البديلة، لكن في الفانتازيا اسمها العوالم الموازية، هي لا تمت. يعني فعلا تعبير بارع تفضل به الدكتور أحمد سعيد مراد اللي هو خلق عالم متكامل بقوانينه الخاصة. معنى الخلق أن لابد من إعداد الرواية بالكامل قبل الشروع في الكتاب، اسمها مخططات الكتاب. مخططات الكتابة لبعض أعلام الكتابة في الفانتازيا زي تولكين دي تم نشرها بعد وفاته في كتب، يعني أصبحت سلسلة، يعني المخططات ذاتها، المخططات لم تنشر، مسودات الكتابة ليست المسودات، المخططات اللي هي كان مخططات بيكتب فيها في طريقة في تقنيات الكتابة في الرواية. الروائي ممكن يعمل بطاقة، البطاقة دي بطاقة للشخصيات، يدون اسم الشخصية، أهم صفاتها وسماتها النفسية، صفاتها الخارجية، خارطة الطريق، خارطة الطريق. لابد ان هو بيكون في رواية الفانتازيا عدد من الأجناس، طبعا لا تمت إلى الواقع بصلة، عدد من العوالم أو الأماكن لا تمت إلى الواقع بصلة، بيبدأ ببناء يعني عالم يعني كامل، ويعني يعتصر نفسه ويبذل جهدا كبيرا جدا. كاتب الخيال العلمي والفانتازيا كما تحدثنا بيحتاج إلى تجهيز طويل. يعني أعتقد أن الدكتور أحمد سعيد مراد لما بيجي يكتب رواية أعتقد أنه هو بيعمل مخططات الكتاب، يعني إذا كان هو يعني يؤكد أو ينفي ذلك يعني، بس أنا أعتقد أنه لديه مخططات للكتابة، لابد أن تكون لديه الشخصيات كاملة حاضرة، الخيوط موجودة كاملة إذا كانت في الذهن أو مكتوبة ورقيا، لابد أن تكون هناك مخططة للكتابة، لأن تكنيك الإبداع بيختلف من كاتب الآخر. يعني بعض الكتاب مثلا كان بيبدأ أنه يكتب قصة قصيرة وبعدين تتحول إلى رواية، أو يكتب رواية تنقلب إلى مسرحية، أو يكتب قصة قصيرة تنقلب إلى قصيدة، هذه يعني معروفة جدا. هو بيبدأ من لحظة إلهام أو لحظة إضاءة أو لحظة إبداع بينطلق فيها. كل من يتفضلون بتعبيد الطرق للكتاب لكيفية الكتابة لهم نصيحة أساسية، اترك نفسك، يعني إذا جاءت لك هذه اللحظة المبدعة اترك نفسك، لا تقوم بأي مراجعة أو أي تنقيح أو أي شيء، اسمها الدفقة الإبداعية الأولى اللي قالت عليها الروائية الأمريكية اللي هي صاحبة الأرض الطيبة، بدون الموهبة يتقوض كل شيء.
هذه الدفقة الإبداعية الأولى هي سر الإبداع. يبدأ بعد ذلك عليها بالتشغيل بالحرفة، هو يبدأ من لحظة لكن لا يعرف إلى أين ينتهي. يعني لا، أديب الخيال العلمي والفانتازيا على الأخص ليس هكذا أبدا. هو يبدأ، يمكن أنا قلت أن الدكتور أحمد سعيد مراد بيمسك القلم وهو عارف النقطة الأخيرة في الرواية هيحطها فين. بعض الروائيين يعني بيتحدثوا عن استبداد الشخصية القصصية، بعض الروائيين يعني يشتكون مر الشكوى من طغيان واستبداد الشخصيات الروائية تمارس العقوق على المؤلف. يعني هو يبدأ بالشخصية ثم تتمرد عليه الشخصية، يحاول أن يقاومها فتهزمه، لدرجة أن أحد الكتاب يعني أحد الكتاب الكبار يعني دخل غرفة نومه على زوجته وهو يبكي بكاء مرة، لأن الشخصية انتهت، أو اللي هو الربيع البطريرك بتاع مركز، هو كان بيبكي بكاء مرة لأن الشخصية هي التي تحكمت فيه، هي التي تملي الأحداث. لكن أديب الخيال العلمي والفانتازيا لابد أن يعرف مخططاته جيدا، لابد أن يعرف الخيوط الروائية، لابد أن يرسم العوالم كاملة قبل الشروع في الكتاب. والدكاترة أفضل ناس تكتب ما شاء الله وتخطط يعني. هل هناك أي تساؤلات أخرى؟ حول ألف شكر يا خالد، شكرا لأفضل حضرتك كتير. برضو شكرا جزيلا للدكتور أحمد، وشكرا جزيلا لدار البشير، وشكرا جزيلا أكثر لحضراتكم يعني أن صبرتم علينا. كل عام أنتم بخير وعافية، وشرفتونا وشرفنا بكم، وأهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.